سكشن 2 ذا فيشل نيرف. الفيشل نيرف، الفيشل نيرف هو أول طبقة يعني تخترق الباروتيد جلاند، ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول اللي سوبر فيشل تيمبورال نيرف، واللي يجيك هنا في الأخير ما هو واضح هنا، بس يجيك هنا السيرفايكال فين. في الوسط تجيك 3 نيرفات، هنا من قسمة كثير ما هي واضحة، بس يجيك 3. اللي يجيك عند الزيجماتيك هذا زيجماتيك نيرف، واللي يجيك هنا اللي يجيك حول الفك اللي بكل نيرف، واللي يجيك تحت المانديبولار نيرف. ريترو مانديبولار فين؟ الريترو مانديبولار فين يمكن ما واضح، اتمنى هذا اللي هو يخترق من فوق الى تحت بعدين يجتمع هنا. اكسترنال كاروتيد ارتري، اكسترنال كاروتيد ارتري شوف مره عميق، هذا هو الاكسترنال كاروتيد ارتري، وتقسيماتها طبعا نيرف فين ارتري من فوق الى تحت من سوبرفيشال الى الديب. نيرف